قرار الكيان الصهيوني بقطع الإمدادات عن قطاع غزة ينذر بتفاقم الوضع الإنساني منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، إذ فرض الكيان حصاراً شاملاً على القطاع يتضمن إغلاق المعابر كافة وقطع الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة. وأدى استمرار القصف الصهيوني لأهداف في القطاع إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين وإلى تسوية مبان كاملة بالأرض وسط مشاهد من الدمار الواسع. وساهم هذا كله في تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع الذي يقطنه أكثر من 2 مليون نسمة ويعاني من حصار مفروض عليه منذ أكثر من 17 عاماً. وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قالت إن أكثر من 73,000 فلسطيني لجأوا إلى المدارس التي خصص البعض منها لتكون ملاجئ طارئة، محذرة من أن أكثر من 123,000 شخص نزحوا من منازلهم في أعداد قابلة للزيادة قد تحرج المجتمع الدولي. المنظومة الصحية هي الأخرى أخذت نصيبها الأكبر من الحرب الأخيرة، سيما وأنها تعاني منذ سنوات من النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية، وتقف اليوم عاجزة أمام أعداد الشهداء المتزايد والمصابين الذين ما عادت أسرة المستشفيات تكفيهم بعد أن خرجت مستشفيات كاملة عن الخدمة، أما بسبب القصف أو بسبب النقص في الدعم الطبي. ويتوقع مراقبون بأن يكون لذلك نتائج كارثية على الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في حال استمر قصف الكيان الصهيوني العنيف في ظل صمت المجتمع الدولي.